أكبر 5 ملاعب كرة قدم في العالم. تبغى تعرف وين يقع أكبر ملعب كرة قدم في العالم؟ تابع المقطع الأخير. معاكم هيمكس، لايك فول عشاق الكرة. في المركز الخامس، ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، يضم ملعب ويمبلي أكثر من 90,000 متفرج. في المركز الرابع، ملعب روز بول بولاية كاليفورنيا، ويضم ملعب روز بول أكثر من 90,000 متفرج. في المركز الثالث، ملعب البنك الوطني الأول بجنوب أفريقيا، ويضم ملعب البنك الوطني الأول أكثر من 94,000 متفرج. في المركز الثاني، أكبر ملعب في أوروبا وثاني أكبر ملعب في العالم، ملعب الكاب نو في مدينة برشلونة، ويضم ملعب الكاب نو في مدينة برشلونة أكثر من 99,000 متفرج. وفي المركز الأول وأكبر ملعب في العالم هو ملعب رينغراد ومايدي الذي يقع في كوريا الشمالية، ويضم أكبر ملعب في العالم في كوريا الشمالية 114,000 متفرج.